كل السنين دي وما فكرتيش في بنتك التانية؟ عايشة في العز والهنا والنعيم ده كله ورميتيني في الذل والمربوطة؟ صعبتش عليكي؟ كنتي سايباني الراجل بخيل ومفتري وما بيرحمش؟ ما فكرتيش فيا؟ كنتش بتقولي يا ترى البنت دي جعانة ولا عيانة ولا حتى ماتت؟ ردي عليا، قولي لي سبتيني ليه في الفقر والشقا وخدتيها هي؟ اشمعنى لي اللي الساب؟ هو انا مش بنتك زيها؟ ردي ردي عليا يا شيخ. حرام عليكي، حرام عليكي، ده اني كعوب رجليا شقات من كتر المرمطة والجري في الشوارع. عمري راح من غير ما اعيشه. انت لو بني ادمة كنت دورتي عليا. وتدوري عليا ليه؟ ما انت عارفة مطرحي، بس ما سألتيش فيا. خدتي بنتك وهربت بيها ورميتيني أنا. انتي ام؟ انتي ام ازاي؟ هو اللي بين ضلوعك ده قلب؟ هو اللي بيجري في عروقك ده دم؟ لا لا، أني بكرهك. أيوة بكرهك. على قد ما كان نفسي أشوفك وأحضنك وأتملى منك، على قد ما بكرهك، بكرهك بسبب العذاب اللي شفته مع السلطان. أنتي والسلطان؟ أنتي والسلطان منكم لله مش مسامحاكوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هاتلي حقي منهم يا رب، هاتلي حقي منهم يا رب، هاتلي حقي منهم يا رب، هاتلي حقي منهم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. ردي علي، سبتني ليه؟ سبتني ليه؟ للميلاد سفر اسكندرية. حرام عليك، كنت خدتيه معايا،
تتواصلي معاه.